عن أشرف عظمة المربوبية، قد فرحت بلقائك، الآن إني أدعوك إلى البحث عن دعوة الأستاذ المربوبية. خذ هذا الكتاب واقرأه من البداية إلى النهاية. أنت رجل ذكي وعاقل، تكفيك مطالعة هذا الكتاب. وحقا يا صديقي، كان الأستاذ الموضودي رحمه الله داعية كبيرة للإسلام. إني وجدت في كتب علمائنا الكبار أن الموضودية كان يسب الأنبياء عليهم السلام والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وشرح الإسلام متنكبا شرح المتقدمين الذين نالوا هذا الدين الحنيف الخالد من الرسول صلى الله عليه وسلم. والله إنكم في ضلال قديم وفكرة قديمة بالية، أليس لكم عقل سليم؟ كما قال الله تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، كيف تهملون وتتركون هذه الآية المباركة وراء الظهر؟ في هذه الآية أمرنا بالتدبر والاعتبار، فتدبر وافهم، هم رجال نحن رجال، ولا يجب علينا أن نطيع كل ما قالوا من غير تفكر. قال الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أراك متعصبا لمذهبي، فلا فائدة لي أن أضيع وقتي الثمين بالحوار الذي لا يثمر شيئا، لأنك لا تفهم القرآن والأحاديث النبوية. امشي معي أدلك على شيخ كبير، وهو يرد على جميع الأسئلة التي تخطر ببالك وقلبك، وقد حصل على شهادة الدكتور من جامعة لندن. بل أنت امشي معي إلى شيخنا الكبير الماهر الذي تخرج من الجامعة الإسلامية دار العلوم بدوبند، وهو يهديك إلى الصراط المستقيم. هل أنا ضال؟ بل أضل. هل أنا عدل؟ بل مضل. اسكت يا أحمق. في أي شيء تتنازعون عنكم وترفعون أصواتكم؟ فضيلة الشيخ، إن هذا الأحمق قد انتمى إلى الموجودية والجماعة الإسلامية. فضيلة الدكتور، هذا الرجل الجاهل يسب الأستاذ الموجودية، وهو يقول يجب علينا أن نتبع الصحابة والعلماء السابقين، ويرى الشيخ الموجودية ضالا ويعتنق الأفكار القديمة. نعم نعم نعم، فهمت أنكم أيها العلماء قد قيدتم أنفسكم في البيوت والخانقاه، وحصرتم أفكاركم بالهداية وشرح البداية والمختصر وسلم العلوم وشرح التهذيب والكتب التي لا تجديكم شيئا. والله إننا نتقدم يوما فيوما بتحصيل علوم الموجودية التي مملوءة بالأفكار الجديدة. أيها الأخ الفاضل، أما قرأت قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ تقول هذه الآية الكريمة: إن الإنسان
جاء الدنيا لعبادة الله فقط. قد أضحكتني أيها الرجل، ذكرت هذه الآية وتركت آية عظيم الدين، ومفهومها أن العبادة ليست في الإسلام إلا إقامة الدين وتطبيق الحكومة الإسلامية في العالم. ألا ترى أن هيئة الصلاة تدريب عسكري وسعي الحج يعد أهل الإسلام للجهاد في سبيل الله؟ وفي الوقت الراهن تركتم الجهاد في سبيل الله ولا تدعوا الناس إليه حتى غلب عليكم الهندوس المتطرفون رحمه الله الأستاذ المودودي الذي دعا الناس إلى الجهاد وإلى إعلاء كلمة الله بالجهاد ودافع الأعداء عن الإسلام والمسلمين، كما في القرآن الكريم: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لا شك فيه، إن الله يحب الجهاد ونحن نحب أن نجاهد في سبيل الله، ولكن من أين وجدت أن غرض الصلاة إقامة الحكومة؟ ويقول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني أن العبادة تهدف إلى التقوى، أما الحكومة فهي سبب مساعد في نشر الإسلام فلا ننكرها. ومن قال لك إن معنى أقيم الدين أقيم الحكومة؟ وقد وجدته في إصلاح اللغات وهو قاموس جيد. وعسى هذا يفسر القرآن الكريم بمصباح اللغات، بل فسره الأستاذ المودودي أيضا وكانت له مهارة تامة في تفسير القرآن. دع هذا يا فضيلة الشيخ، إن الله تعالى أمر بإقامة الصلاة لا بقراءتها، وهذا يقتضي أن تصلي أنت وتأمر غيرك بها، ولا يتأتى هذا دون الحكومة. أين اقتبست هذا التفسير؟ من تفهيم القرآن للمودودي. أتنكر تفسير المفسر الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقد قال معنى الآية: أتوها بحقوقها من الواجبات نصرا والمستحبات. ده ابن عباس مترك تفسيره، وقد ذكرت لك قول الشيخ المودودي وهو مجدد جليل. اسكتوا، أين المودودي من ابن عباس؟ وأين الثراء من الثريا؟ وأين سراج من الشمس؟ هم رجال ونحن رجال. أما قرأت في التاريخ كيف قال الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه في توزيع الوظائف الرسمية، وكيف حول معاوية الخلافة إلى المملكة؟ اقرأ كتاب المودودي خلافة وملوكية، ويهديك إلى الصراط المستقيم. اكفف لسانك، آمنوا كما آمن الناس، أي كما آمن الصحابة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم. وأيضا قال: لا تصبوا أصحابي. وأضاف قائلا: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبحبي أبغضهم. هل قال هذا في شأن أحد دون غيرهم؟ أيها الشيخ المجذور المجنون، أليس رسول والإنسان؟ والله يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الآية، فيمكن أن نستر عنه الخطأ، كما قال الشيخ في كتابه ترجمان القرآن. استغفر الله. هل أنت مسلم؟ لا ريب فيه. استمعوا إلي، قد قال الله تعالى: والله يعلم حيث يجعل الرسالة. وقال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. تدل هاتان الآيتان أن الرسول يجب اتباعه في جميع أقواله وأعماله، والرسالة والنبوة موهوبتان من الله تعالى، لا بالكسب، ومما لا يتنازع فيه اثنان، أن الخطأ لا يطاع. ويقول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلمنا أنكم في ضلال مبين، يجب عليكم أن تتركوا هذه الطريقة الضالة وتتوبوا إلى الله تعالى. إنا وجدنا أن سليمان عليه الصلاة والسلام حكم، ويوسف عليه الصلاة والسلام سيطر على الحكومة، وكذا نجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
ترك مكة وغادر إلى المدينة المنورة وهاجر إليها وأسس هناك حكومة جديدة. لا شك فيه أن الحكومة يرفع بها لواء الإسلام، ولكن الله تعالى قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسؤولا عن ثلاثة أشياء: الأول تلاوة القرآن، والثاني تزكية النفوس، والثالث تعليم الكتاب والحكمة. أيها الإخوة، إننا قمنا بهذه الأمور الثلاثة منذ بداية الإسلام حتى الآن، وندعوكم إلى هذه الطريقة السوية، ونرجو منكم أنكم فهمتم حقيقة الإسلام إن شاء الله. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. إننا فهمنا حقيقة الإسلام وتركنا اليوم الجماعة الإسلامية المعروفة بالموجودية، واطلعنا على أنها في ضلال مبين. وأخيرا نسأل الله ربنا أن يغفر لنا ذنوبنا ويجعلنا في عباده الصالحين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يغفر الله لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، إنه مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى اللقاء في رعاية الله تعالى.